Dewan Hakim yang kami hormati, Kori yang memiliki nomor peserta TK 258 akan membacakan surah Yunus dimulai dari ayat 61 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا

Hello! لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ولا يحزنك قولهم إن <سؤال جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذي إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم